حسين بن عياده تصله الكره، يلعب مع بوصوف، تدخل الثنائيه مع بن غيت، يزيد بوصوف، يراوغ بوصوف ولكن عوده الدفاع، يتفوق دفاع نادي بارادو، العوده لتوفيق موساوي، توفيق موساوي من هناك يفتح اللعب ان يوجد حميدي محمد رضا، تصله من طاهر طه ياسين، حميدي محمد رضا، العوده الى ايت عبد السلام احمد وكذلك مقدم يدير، تدخل الى وسط الميدان تيطراوي ياسين، يلعب مع ايت عبد السلام احمد، ثم بن دوما عبد الله، بن دوما مع حارس مرماه. عناصر نادي بارادو ربما نقطة قوتها أنها تحتفظ جيدا بالكرة ولا تحاول التسرع باتجاه الأمام، البحث عن بوزيدا، صراع الثنائي، يتفوق مدافع الشباب في وسط الميدان ياسين تيطراوي، تعود له الكرة على مرتين، يلعبها على الجهة اليمنى باتجاه جابر كاسيس، والدفاع يتدخل، يوجد بكوش شمس الدين العائد الى تشكيله شباب بلوزداد بعد تجربه احترافيه في ليفانتي، لاعب من صنف الامال. الكره لمصلحه الشباب وحسين سلمي، يفتح اللعب على الجهه اليمنى، يوجد حسين بن عياده، يراوغ حسين، تعود للكره، تعود لسلمي دائما او لبوصوف، الان سلمي ثم حسين بن عياده، بن عياده توصل لسلمي، سلمي دور بالكره لحسين بن عياده، حسين بن عياده يطلب الكره، شعيب كداد، شعيب يلعب مع مبولحي، رايس وهاب مبولحي بخبرته وبتجربته، انصار شباب الوزداد ينتظرون منه الافضل، هذا ومبا من وضعيه التسلل. معاد حداد يتقدم بالكره، يلعب مع بكوش، بكوش في الوسط، يدخل مع السماكي، سماكي يفتح مع شعيب كداد، شعيب كداد يعود لسماكي، من يرفع عليه الكره، حسين سلمي ام شعيب كداد؟ الى حارس مرماه، يضغطون بثلاثه لاعبين عناصر نادي بارادو على حامل الكره من جانب شباب الوزداد، مسترجع في الوسط عادل بولبينا، يلعبها مع مقدم يدير، مقدم يدير يفتح اللعب مع حميدي محمد رضا، يفتح له اللعب كاسيس جابر، ولكنه يفضل زميله القريب منه، البحث عن عادل بولبينا وبوزيدا بالقاسم، ثم حسين سلمي في وسط الميدان، بن غيت يرتكب عليه الخطا ويعتذر، ولكن البطاقة الصفراء هل ستحضر في هذه الكرة على طاهر ياسين؟ طاهر ياسين بعد ارتكابه للخطأ اعتذر مباشرة، لأنه التدخل كان نوعا ما خطير، يعني كان يستوجب هنا البطاقة الصفراء في اعتقادي. الشباب الذي سجل كما أشرنا 5 أهداف في المراحل الأولى التي لعبها في الجولات الماضية، يعني نقول الجولات الأربعة الماضية، الشباب تمكن من تسجيل 5 أهداف كاملة، اليوم وقبل 3 دقائق ونصف لم يسجل شباب الوزداد، فيما نادي بارادو هو الآخر في العادة يسجل في الدقائق الأولى أو في الأشواط الأولى. اليوم مباراة استودري، هل هي ديربي؟ والديربي عادة ما يكون صعب، يعني بطاقة الصفراء هنا منحها حكم المباراة لمقدم يدير. نادي بارادو فاز بهدف مقابل 0 أمام اتحاد العاصمة في بهدف متأخر من كحيلي في دقيقة 93 ركنية، وفرض تعادل سلبي على شبيبة القبائل هناك بملعب أول نوفمبر في تيزي وزو 0-0، وعاد بفوز كبير من ميدان اتحاد بسكرة 5-0. نادي بارادو فاز أمام مولودية وهران في الجولة الماضية هنا بهدف كحيلي بهدف مقابل 0 وبالرأس. سجل في مرمى اتحاد بسكرة هدف في دقيقة 38 وهدف في دقيقة 11، وسجل هدف في مرمى مولودية وهران في دقيقة 18. و
واليوم يسجل عليه وانبا هداف شباب بلوزداد في الدقيقة 43. وانبا حول الكرة الثابتة إلى شباك الحارس مساوي في الدقيقة 43، جعلت هذا المدرب يسترجع الأنفاس بالقليل من المياه باكيطا، لأنه يدرك بأنه يلعب أمام فريق محكم التنظيم. هدف أول للهداف وانبا الذي دائما يحضر ودائما ما يكون المبادر، وهو الذي خرج من دار الدفاع هنا من دون أن يكون في وضعية تسلل، سلم منها وأسقط مساوي بهدف. كرة مرت على مساوي، مساوي كان يرى الكرة بين يديه، ولكن هذا ما يسمى السهل الممتنع في عالم الكرة. بغتأت الكرة هذه وسكنت شباكه في حدود الدقيقة 43. فرباش يلعب مع حارس مرمى توفيق مساوي، يلعب مع مقدم يدير كاسيس جابر حميدي محمد رضا تيطراوي ياسين وبكوش. هذا بكوش يكسب في نقاط كبيرة وكثيرة مع المدرب باكيطا. ياسين تيطراوي يعود إلى الخلف مع مقدم يدير، ثم في الوسط بركون عبد الرحمن يتحصل على مخالفة، تدخل عليه من حسين سالمي حكم المباراة، تنفيذ المخالفة من مكان وقوع الخطأ فعلا. هاي الإعادة هنا دي واضحة المخالفة من حسين سالمي. كرة لنادي بارادو على الجهة اليمنى، ريع 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 ريع، رايز وهاب بولحيان قد مرماه من هدف محقق، رايز وهاب بولحيان قد مرماه من هدف محقق بعد التسديدة من حميد محمد رضا، تقريبا وجها لوجه بل وجها لوجه في دار الدفاع، ولكن رئيس وهاب بولحي اغلق الزاويه كما ينبغي وصد ورد الكره. هي الاعاده، هي الانطلاقه، قراءه رائعه، ترويض اروع، والتسديده في متناول رئيس وهاب بولحي الذي انقذ مرماه. قدم يدير يتقدم، يلعبها لسوكو، سوكو سوكو يراوغ الاول والثاني سوكو، وماذا يقول حكم المباراه؟ تلفيه خطا فعل، بكوش وصل متاخرا وقام بالدفع في الكره الاخيره على البديل سوكو. هاي الكيفيه والاعاده واضحه في هذه المباراه التي لم يتبقى من عمرها الكثير، ولكن في عالم الكره فارق الهدف مخيف جدا وغير ضامن. في عالم الكره ربع ساعه كافي وكافي جدا لتسجيل العديد من الأهداف، وبالتالي نتحدث بصفة عامة حتى لا يفهم الأنصار ربما يقولون بأنه بلال كان يريد لنادي بارادو أنه يعدل النتيجة. لا، نقول ما يجب أن يقال في مثل هكذا وضعيات وفي مثل هكذا كرات. ربع ساعة حكم المباراة يضبط الجميع، حكم المباراة يضع الجميع في مكانه ويترك التنافس داخل الإطار، وداخل الإطار القانوني أيضا هو السائد. يرفع الكرة هذه تصطدم بالدفاع وتتحول إلى الركنية، تصطدم بالدفاع وتتحول إلى الركنية. التغيير من جانب فريق نادي شباب بلوزداد، زروقي اللاعب السابق لنادي بارادو، مرفوعة مازال الخطر داخل المنطقة، يتدخل الدفاع، المقصية ثم الثانية، والمدافع بقوة يخرج الكرة هذه مباشرة إلى التماس. مباراة صعبة ومعقدة على الفريقين، مباراة ليست بالسهلة كما يظنها كل فريق. إن الأمر يتعلق كما أشرنا بنادي محترم. الشباب يلعب في الجولة المقبلة أمام نادي شبيبة القبائل في
فيما نادي بارادو والآخر سيلعب أمام نجم بن عكنون في الجولة المقبلة أكيد ملعب 20 أوت. الدقائق الأخيرة أو الدقيقة والعشر ثواني هل يتنفس فيها السعداء أنصار شباب الوزداد أما أن نادي بارادو يفعلها مثل ما فعل في مرمى اتحاد العاصمة. حكم المباراة يقول تماس. أشبال كورونتين مارتينز متأخرون في النتيجة. يتقدم كاسيس جابر يلعب هذه الكرة في عمق الدفاع. التغطية من حسين بن عيادة بالرأس بالخبرة وبالتجربة مع رئيس وهاب مبولحي